عد مجددا لموفد قناة ميديا تي في في أديس أبابا محمد برويس. المغرب عضو في أسرته المؤسساتية الإفريقية، نريد أن نعرف معطيات أكثر عن كيفية الوصول لهذا القرار الشرعي حق المغرب في العودة إلى هذا الإطار. بالفعل جوهرة، منذ دقائق انتهت الجلسة وخرجت الوفود وتم إعلان المغرب عضوا في الاتحاد الإفريقي، تم إعلان عودة المغرب للاتحاد الإفريقي. أريد فقط أن أدقق في معلومة مهمة جدا تتعلق بأن المسألة ربما لم تصل إلى مستوى التصويت أو إعادة التصويت لفائدة المغرب أو ضد المغرب، تم الاعتماد على الرسائل التي أرسلتها الدول ردا على الطلب الذي تقدم به المغرب من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي، لأن هذه الرسائل كانت تتضمن وتستوفي الأغلبية اللازمة من أجل الاستجابة لطلب الانضمام. ومن ذلك استنتج رئيس الجلسة السيد ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري بأن المنهج الديمقراطي يقتضي بأن المغرب نال الأغلبية، لأن في الواقع خلال هذه الجلسة كانت هناك مشادات حادة جدا ما بين الطرف الذي يعادي المغرب والذين أيدوا المغرب. وفي النهاية قال سيد ألفا كوندي حسب ما تسرب لنا: هل تريدون أن نطبق الديمقراطية أم أنتم ضد الديمقراطية؟ وهنا رضخت الأطراف للديمقراطية. إذن تم الاعتماد على أساسا على الأغلبية التي توفرت للمغرب من خلال الطلب الذي تقدم به في يوليوز العام 2016 في قمة كيغالي والردود التي تم تجميعها من طرف الدول والتي كانت تستوفي الأغلبية. السيدة زوما أصلا في هذه المداخلة، مداخلتها داخل هذه القمة حسب ما تسرب إلينا، قالت بأنها منذ البداية تتوفر على الأغلبية لكن كان لها رأي قانوني آخر، كانت تريد أن تدخل المسطرة في متاهات مسطرية أخرى وربما تضع مشكل أو نزاع الصحراء كعقبة أمام المغرب. وهنا قام السيد إدريس ديبي الرئيس التشادي قام وأعاد تأطير النقاش وقال لها المسطرة واضحة وبسيطة، هناك طلب يقدم من طرف دولة تريد الانضمام للاتحاد الإفريقي، المفوضية للاتحاد الإفريقي ترسل هذه الرسالة وهذا الطلب إلى كل الدول الأعضاء وتجمع الردود، وحينما تتوفر الأغلبية البسيطة يتم إعلان الدولة عضوا. قال لها هذه المسطرة واضحة وأنت أصلا لم تخبري منذ البداية بأنه كان لك رأي قانوني في هذه المسألة، لم تخبري مؤسسات الاتحاد. وهنا بطبيعة الحال استمر النقاش إلى أن تم الاستنتاج الذي قام به الرئيس ألفا كوندي بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي.